السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أستاذ عزابي لتربية تكوين، وإن شاء الله غادي نعطيكم موضوع جديد تنفيذا للطلبة ديال الإخوان والأخوات باش نساعدهم حتى على هذا يعني الريداكسيون ديال هاد لا ليتر موتيفاسيون باش كيفاش يكتبوها. وانا نعطيكم هاد الرسالة تحفيزية خاصة بمباراة التعليم، يعني اللي غتدفع لها غتشدها وغتكتبها، فقط غتضيف فيها غير المعلومات الشخصيه ديالك فقط اللي غدير، وغنعطيكم مجموعه من الانواع حتى باش ما ديروش كاملين نفس الرساله. انا عطيتكم مجموعه من الاشياء اللي تفرقوا بينات اللي بغى يكتب الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، ولكن كامل سهل، يعني كل شيء يمكن له يكتب. واخا هذا النموذج ديال الرساله التحفيزيه صالح لجميع الاسلاك، سواء كان ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي ولا حتى داك حتى الاطر الاخرى ديال الملحقين. دونك ان شاء الله هذا الشيء كامل غادي نشوفوه ان شاء الله في هذا الفيديو. ما تنساوناش من الدعم ديالكم للقناه، هو اللي كيشجعنا ان نقدموا مزيد من الفيديوهات. وبلا ما نطول عليكم ندخلوا نيشان في النموذج ديال الرساله التحفيزيه ان شاء الله. اذا هذا هو النموذج ديال الرساله التحفيزيه، والله يخليكم حاولوا تنتبهوا لمجموعه من الاشياء اللي خصكم تردوا البال منها ضمن هذه الرساله التحفيزيه. وما تقولش ان هذا راه ما يقراهاش ولا شي حاجه، ربما تلقى حتى سميتو حتى في الشفوي تكون عنده. دونك حاولوا تضبطوا هذه القضيه ديال الرساله التحفيزيه، وخاصه انهم اول عام كيطلبوها. دونك كتبوا كل شيء، كتبوا دقيق ورد البال من اي حاجه. دونك كنبداو بالاولى، دائما في الاول كنكتبوا التاريخ اللي غتكتب فيه انت داك الرساله التحفيزيه. كتب بحال مثلا هذا النهار 2021، انا درت 2020 نسيت، 2011 2021 مثلا هذا اليوم هذا نكتبها بحال هكا. كنكتب هذا النهار 2011 2021 في الرباط ولا في الدار البيضاء ولا في طنجه ولا في اي مدينه. دونك كنجي موراها الاسم المناسب، غنكتب الاسم المناسب ديالي، كذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية حتى هي ضروري، وردوا بالكم هاد بطاقة التعريف الوطنية خصكم متخطاوش فيها، والعنوان ديالك ضروري خصك تكتبو، والهاتف فقط. هادشي اللي كتكتب في لونطيل، وهادشي كيكتب الفوق، هادشي كيتكتب كما حاط لكم كل حاجة وبلاصتها الفوق على اليمين. الوغ مين غادي نساليو هاد المعطيات الشخصية كما قلت لكم اللي تكتبوها بشكل دقيق، غنمشيو للوسط وغندير إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية لمهنة التربية والتكوين الجهة، وغتكتب الجهة ديال اللي غتكتب، تدفع الرباط صلاة قنيطرة ديرها، الدار البيضاء سطا تكتبها، فاس مكناس، طنجة، تطمان، الحسيمة. دونك دائما تكتب هاد الجهة اللي غادي تدفع عليها. دونك الموضوع شنو دائما هي رسالة تحفيزية بخصوص مباراة الدخول ضمن أطر هيئة التربية والتعليم. ولا دير لك تغدير الملحقين، دير الملحقين تغدير ديال التدريس، دير التدريس كل وحده بوحده. دونك الموضوع دائما الهيئه اللي غادي تمشي ليها، وراهما ديجا الزون مونسيوني هاد القضيه هادي، قالوا لكم تماك هيئه، يعني تمونسيوني الهيئه ضروري تكتب الهيئه، عفوا هيئه التدريس ولا كما قلت لك هيئه الملحقين بحال الجمعيين ولا الاداريين. دونك من بعد دونك هنايا كتجينا كننقز واحد جوج سطور كنكتبوا، وبعد يشرفوني ان اقدم سيدي المدير ترشحي هذا لولوج مباراه التعليم دوره ضروري كتب دوره دوجانبير 2021، دوره دوجانبير 2021 ضروري تكتبها. من بعد وحتى هاد لابونكتياسيون تاهما لهاد العلامات ديال الترقيم تاهما تنتبهوا ليهم، تاهما راه مهمين. دونك دابا غنجيو علاش انا غندفع دابا مبدئيا، ان ترشيحي هذا نابع من اهتمامي بالمجال التربوي وبوعيي بالدور الحيوي لمهنه المدرس في ترسيخ القيم الانسانيه النبيله والتي اكتسبتها خلال مشواري الدراسي. ولا بحال مثلا نقدروا نقول بحال مثلا هنا لمهنه بحال مثلا داك الاطر الملحق الجمعي شنو كيدير محدده، فراه غيعرف شنو كيدير بحال مثلا فعل المدرس ولا الملحق الجمعي ولا الملحق الاداري. ها علاش كان عطيتكم هنا مثال ديال مهنه المدرس. دونك غنجيو لهنايا من بعد الاختيار، دابا غادي تموتيفي راسك، غاتموتيفي هاد التحفيزيه، هاد الدور ديال اصلا ديال الرساله التحفيزيه هو بحال ما بغيت كتقول كتبيع راسك نتايا بهاد كنعتذر على هاد المصطلح هذا، كتبيع راسك، يعني بين على القيم اللي عندك نتايا، بين على الميزات اللي فيك نتايا، شنو اللي غيخلي الاخر انه يختارك نتايا. ضروري خصك بحال اللي الواحد ملي كتجي عند شي كنتي يقول لك هذه زوينه، وشنو فيها باش كيقنعك انك تشري داك الحاجه. هو نفس الشيء هذه الرساله التحفيزيه،
يعني كتعطي المهارات ديالك، عمرك ما تعطي فيها الحاجات السلبية ديالك. ما كدير على رسالة تحفيزية باش كتموتيفي الآخر يختارك نتايا. دونك دائما كنحطوا الحاجة اللي إيجابية. دونك بحال مثلا غنعطيكم هنا ثلاثة الاختيارات، تختار واحد فيهم تكتبه: إن اختياري لهذا القطاع ينطلق من اعتزازي وتقديري لمهنة التدريس وقدرتي على الانفتاح والاستعداد لاكتساب المهارات والخبرات المتصلة بها، واقتناعي بأن وظيفة المدرس في العملية التعليمية برمتها لها مكانة خاصة ورئيسية في الآن نفسه. ذلك أن المدرس يعتبر هو العنصر الحاسم في أي إصلاح، حيث يعتبر الوسيط الذي عبره يتم هذا الاصلاح. دونك هذه الاولى. بغيتي تكتب نتايا ان اختياري لهذا القطاع ينطلق من ان مهنه التدريس هي مهنه العطاء رغم الاكراهات والظروف الصعبه، بالتالي فالخروج للميدان المباشر يفرض علينا اكتساب مهارات. يمكن لك تكتبها، ولكن احسن كنعتبرها لكم تكتبوها هي ذاك الفوقانيه، هذه الاولى. كذلك يمكن لك تكتب كذلك ان اختياري لهذا القطاع ينطلق من المساهمه في تحقيق نهضه وطنيه اقتصاديه وعلميه وتقنيه كما يفرض العمل بمقاربات مختلفه كالتي اعتمدت مجالي القيم والكفايات كمدخل بيداغوجي لمراجعه مناهج التربيه والتكوين من اجل ترسيخ التعليم الوظيفي الذي يقوم على ثلاث دعائم اساسيه: التعلم الذاتي والتكوين المستمر ومد الجسور بين المراحل التعليميه. يمكن لك تهدي تكتبها. دونك هادو هما المجموعه من سميتها من الاشياء اللي يمكن لك تكتب بهم رساله تحفيزيه، واللي انا كنفضل انكم تكتبوا الاولى لانها كافيه وبسيطه بلا ما تدخلوا شي متاهات ديال الاكراهات والضرر تبداها من الاول. دونك ها هي بحال مثلا هذه من الاحسن انكم تكتبوها، وانتم لكم كامل الحريه. انا كنت نكتب لكم غير الاولى، ولكن الاخوان الاخوات ربما يكون عندهم واحد الراي اخر وبغي يكتبوا هذيك يكتبوها. ذاك رسائل انني نكتبهم ثلاثه بهم، واخا انا عندي اقتناع ان الواحد الاولى بحال مثلا هي اللي غنكتب لانها بسيطه وجامعه كل شيء. الوغ دابا حنا جينا لدوافع الاختيار ديالك لهاد سميتو لمهنه التدريس ولا المهنه بحال مثلا ديال الملحقين الجامعيين والاداري. دونك اجي دابا نشوفو هنا فين غادي تميز راسك، هنا فين غادي تهضر دابا على راسك بشكل صريح. يعني شنو عندك انت، شنو عندك انت اللي باش تضيف قيمه لراسك ويخليك الاخر يختارك نتايا. دونك هنايا دائما كنعطي كاع الميزات اللي فيا. مثلا الحاجه اللي مزيانه، انا شديت الاجازه بحال مثلا ولا شديت الباك موسيون نكتبها حاصل على البكالوريا بميزة حسن، كنت ديرها عندي مقبول ما نكتبهاش، كتبوا غير اللي فيكم الحاجة الزوينة هي اللي كتبوا. دونك أخبركم أنني حاصل على الإجازة ولا البكالوريا بميزة، إذا خصها تكون بحال مثلا مستحسن ولا حسن، خلال بحال مثلا الإجازة خلال 3 سنوات. ضيف، علاش ما تضيفهاش؟ لأن امتياز عندك أنت خديتيها في 3 سنين، كنتي واخدة بحال حاصل على الإجازة بميزة حسن وخديتيها في 5 سنين ما تكتبهاش. كما كنقول لكم كتبوا غير اللي غادي الافونتاج عندك، افونتاج ديال نتايا هو اللي تكتبه، ما تكتبش السلبي، مفهومه؟ وكذلك كنزيد واتوفر على خبره في ميدان التدريس. مثلا قررتي في البريفي كتبها: اتوفر على خبره في ميدان التدريس حيث سبق لي ان اشتغلت في واحد المؤسسه لمده مثلا 4 سنوات ولا 5 سنوات. حتى هي زيدها الخبره، راه التجربه راه حتى هي كتساعدك، حتى هي راه تحفيزيه. كذلك تزيد حليله الى عندك بحال مثلا ديبلوم في لانفورماتيك ولا كتعرف تجيد استعمال هذه التكنولوجيا هي كتبها: اتوفر على خبره في استعمال وسائل التكنولوجيا والمعلومات لكوني حاصل. ما يكتي عندك شي ديبلوم في لانفورماتيك كتبه، حتى هو كتبه، لان بحال مثلا استعمال التكنولوجيا والمعلومات راه الوزاره غاده في الادماج ديالها في العمليه التعليميه في المنظومه التربويه بشكل كل بشكل عام. دونك الا كان عندك هذه الخبره كتبها، اي حاجه كتشوفها ان انت عندك مزيانه كتبها. حتى اللي غيدفعوا بها حتى الملحقين الجمعيين، عندك واحد الخبره في الجمعيه انك كتهضر مع كتواصل بحال مثلا مع الاطفال في وضعيه صعبه ولا اي حاجه كتبها. دونك اي حاجه انت عندك تجربه اللي غتشوف راسك انها غادي تساعدك كتدعمك في هاد الاختيار ديالك، سواء هيئه التدريس ولا هيئه الملحقين، كتبها، راه غادي تفيدك وغادي تخدم عليك. دونك هادو كاملين هادو من المعلومات اللي غادي تكتبو في هاد الرسالة التحفيزية. وفي الأخيرة كتكتبو في انتظار قبول ترشيحي، تفضل السيد المدير بقبولي، أسمع عبارات تقدير واحترام وسني والسلام، وسني عليها صورها وصيفتها. والله يسهلك إن شاء الله تكونوا ناجحين في المباراة التعليم، وكنتمنى يا ربي الناس اللي
اللي هذا اللي حد لهم الشر ديال السن، كنتمنى ربي يدير لهم تاويه الخير، وان شاء الله ما يكون في الاسبوع المقبل يكون شي حاجه شي بشرى عليهم على الاقل بعد غايه السنه كنتمنى، لان بقاو في هاد الناس هادو مساكن، الله يسهلهم الله يفاجئ عليهم الله يعوضهم بالخير، الله يعوضهم بالخير. وما تنساوناش الله يخليكم الدعم ديالكم للقناه، هو اللي كيشجعنا نقدموا مزيد من الفيديوهات. واللي بغى يدخل في دوره التكوين كما كنقول لكم، راه حنا ديجا حنا غنبداو في دوره التكوين الفرنسيه الاسبوع المقبل ان شاء الله، راه غنبداو ابتداء من الخميس، التسجيل غيبدا انطلاقا من الثلاثاء في الدورة التكوينية ديال الرياضيات والنشاط العلمي. مرحبا، وغادي نخدموا ان شاء الله هذه الدورة التكوينية وفق المستجدات اللي عطاكم 75، غنركزوا على المعارف بشكل اساسي وكذلك الديداكتيك ان شاء الله. دونك موعدنا ان شاء الله في درس لاحق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.